بعض الخيبات لا تقبل القسمة عليك، وإن الأوجاع لا تأتي فرادا، وإن الوقت الذي يمضي لا يستعاد، ولا كل الأشياء يمكن إصلاحها، لكن حبك يا وطني وحده سيطفئ هذه الحرائق. حبك يا وطني مثل شمس تشرق من عيون الفقراء. أنت حالة غريبة حيرت العقول، وطن بملامح تاريخه وحضور جامح. حضنك كفيل بإخماد حرائق أرواحنا، حضنك الدافئ يطرق أبواب قلبي، نطلب إليه اللجوء ليمنحنا الأمان، وتشرق في عيوننا رائحة الإطمئنان. حياكم الله في حديث بغداد.